طيب الأخ الكريم اللي ما سمعش السؤال يسأل عن التوقعات أو التنبؤات التي تتكلم عن أمور معينة ومنها زوال دولة بني إسرائيل سنة 22، يعني هل يمكن الاعتماد على هذه التوقعات أو كما وضع صيغة السؤال على هذا التنجيم لأنه يعتبر أنه إيش؟ طيب على كل حال بغض النظر فنقول أولا هناك دراسات تقول أن القرآن أيضا من وجوه الإعجاز داخل القرآن الكريم هو الإعجاز الرقمي. هناك من يقول بهذا القول وهناك من يعترض على هذا القول. فالأمر إخواني الأمر هو على الحقيقة ما بين وبين. القرآن الكريم من المؤكد أنه يحتوي على إعجاز رقمي، ولكن لو جاء أحد العلماء وتكلم بأحد أوجه الإعجاز الرقمي اللي موجودة داخل القرآن الكريم، السؤال اللي بدنا نسأله لأنفسنا ما أدرانا أن هذا الشخص الذي تكلم في وجه الإعجاز الرقمي كان مصيب في دراسته؟ كيف بدك تعرف؟ هل عندك إمكانية أن تقول أن هذا الشخص مصيب 100% في دراسته؟ ما في عندنا طريقة، مظبوط ولا لا؟ فمن ناحية القرآن يحتوي على إعجاز في كل شيء ومنها الإعجاز الرقمي، ولكن من ناحية أخرى الدراسات القائمة على الدراسات أو على الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم تبقى ظنية. شو تبقى؟ ظنية، ظن، ولا يترتب عليها أحكام شرعية، ولا يجوز تقديم ما فيها على صريح ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نرتقب، وهناك آيات ننتظر، ولكن الارتقاب والانتظار لا يعني الجلوس والقعود وعدم العمل. فالعمل هو العبادة. العمل شو هو؟ العبادة. ما تقوم فيه، كل ما تقوم فيه هو جزء من العبادة، ليس فقط الصلاة والصيام عبادات، لا، كمان أفعالك معاملاتك شو هي؟ عبادة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال رحم الله امرئ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا عامل الناس، شو معناه؟ كل معاملاتك شو هي؟ عبادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، كلها عبادة. والأعمال بالنيات، يعني أي شيء تقوم بعمله تنوي فيه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى شو يسجل لك؟ يسجل لك عبادة. يعني حتى قد يكون نومك عبادة. كيف؟ إذا أنت كنت تنوي أن تقوي جسدك في هذا النوم لعبادة الله وطاعة الله، شو أصبح نومك؟ عبادة. وكذلك طعامك، لأنك أنت تنوي أن تقوي هذا الجسد حتى يعبد الله عز وجل. نقدر نقول إخواني الأعمال بالنيات. هلا نعود لفكرة إيش؟ أنك أنت تتوقع حدوث شيء من القرآن الكريم. يعني أنا أعلم من الأسئلة الكثيرة التي تأتيني في الفترة الأخيرة، يعني تقريبا من سنة ولغاية الآن، هذه الأسئلة عبارة عن كليشيه. شو يعني؟ يعني تتكرر بنفس الصورة والصيغة من أشخاص متعددين من كل الدنيا. السؤال كالآتي: هل ستصيب؟ يعني بديش أقول نبوءة، لأنه لا يجوز أن نتنبأ، بدي أقول دراسة. هل ستصيب دراسة الدكتور بسام جرار؟ هذا هو السؤال. يعني كل واحد شو بيسوي؟ بيصيغ سؤاله بطريقة مختلفة، ولكن في النهاية شو بدهم؟ بدهم يعرفوا هل دراسة الدكتور بسام جرار ستصيب ولا لا؟ أول شيء إخواني نقول بمعزل عن الشخص، يعني نحسب الدكتور على خير ونحسب نيته سليمة وصحيحة، وهو يعمل على خدمة الدين والمسلمين. هذا من إيش؟ من جهة. من جهة أخرى نتكلم في الدراسة نفسها ولا نتكلم في الشخص. يجب أن نفصل أمورنا. لما تتكلم مع إنسان افصل بين أمرين: الإنسان كإنسان
والأمر الذي يأتي من هذا الإنسان قد تختلف مع من أمامك، تختلف معه، والاختلاف شيء طبيعي، ولكن هذا الاختلاف لا يجب أن يحط من قدر هذا الإنسان اللي أنت بتتعامل معه، إلا إن كان اختلافك معه على شيء من أساس العقيدة، يعني هو يخالف العقيدة، صريح العقيدة، يقدح بالعقيدة. هون شو بتسوين؟ تأخذ موقف من هذا الإنسان، لأنه هذا الإنسان فيه خلل. أما إذا كنت بتعرف أنه هذا الإنسان يسعى ويعمل بشكل عام، بشكل عام على أنه هو مسلم ومؤمن ومحسن ويقوم بخدمة الإسلام، نقول الأمور الأخرى شو بتتمها؟ بتتمها خلافية في الموضوع، واختلاف الموضوع لا يؤثر في إيش؟ في علاقتنا مع هذا الشخص. لا نتكلم في دراسة الدكتور بسام، ولا نتكلم في الدكتور بسام. يجب أن نفصل، يجب أن يعني يكون واضح، نتكلم في الدراسة ولا نتكلم في الشخص. أول شيء إخواني، يعني الدراسة تبعت الدكتور بسام وصلت، ما بدي أتكلم على حيثياتها وكيف وصلها وكيف أنه هو سوى العد القرآني عشان يوصل أنه دولة بني إسرائيل ستزول سنة 22، لا أتكلم في هذا الأمر، لكن نتكلم في حيثية هل ستزول دولة بني إسرائيل سنة 22. هذا السؤال نقول إخواني، نقول صلوا على النبي، بس خلاص نأخذ كلامنا، لا نتكلم إخواني بالظن، نتكلم مما نعلمه من القرآن والسنة، لازم يكون كلامنا شرعي، غير هيك شو بيكون كلامك؟ رأي، وهذا الرأي إخواني بتمو إلك أنت، يعني هذا الشيء خاص فيك. أما لما تتكلم بقال الله وقال الرسول صار الكلام يعنينا جميعنا كلنا، لأنه هذا القرآن كتابنا والسنة سنتنا وهي طريقنا لله عز وجل. لما نعلم إخواني من القرآن الكريم، يعني أول شيء نعلم من القرآن الكريم بخصوص زوال دولة بني إسرائيل، إنه زوالها اللي راح يصير في الوقت، يعني في اللي إحنا من الآن وصاعد بعد 48، زوالها سيكون هذا الزوال الأخير. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هلا المرة الأولى شو قال سبحانه وتعالى عن هذول المرتين؟ فإذا جاء وعد أولاهما، مظبوط ولا لا؟ لو الثاني شو تكلم سبحانه وتعالى شو قال؟ فإذا جاء وعد، ما قال الثانية شو قال؟ الآخرة، يعني الثانية شو بدها تكون؟ أخيرة. هذه قاعدة إخوان، هذه قاعدة، هذه من فين أخذناها؟ قاعدة من القرآن الكريم. الأولى كان وعدا مفعولا، يعني خلص راح زمانه انتهى. الثانية شو بدها تكون؟ الأخيرة. فإن زالت دولة بني إسرائيل ما في لها عودة إلى الأرض المقدسة. إن خرجت دولة بني إسرائيل ما بتقدر ترجع بتاتا. إن هبط علم بني إسرائيل عن الأرض المقدسة لن يرفع ثانية أبدا. ولا هون إخواننا نتكلم في حدود الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية، طالما إنه أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الوجود. هلا خارج هاي المعادلة، لأنه إحنا نعلم إنه في فترة من الفترات سنخرج من هذه الحياة، ومن يتبقى؟ يتبقى شرار الناس. هلا ماذا يسير أو يحدث بعد أن تخرج أمة الإسلام من هذه الحياة الدنيا؟ ما بيعنينا ولا نتكلم فيه، ولا نعلم إن سيكون هناك من بني إسرائيل أناس أو لا، ولا نعلم إن هؤلاء سيكون مركز حياتهم ووجودهم في الأرض المقدسة ولا لا. الكلام ضمن القرآن في حدود الدولة أو الأمة الإسلامية، يعني بعد طلوع الشمس من مغربها، وبعد الدابة، وبعد الريح الطيبة التي تقبض أرواح المسلمين جميعها، بعدها سيكون هناك لوكع ابن لوكع. وما بيعنينا، والكلام مش إيش في عصرهم ولا زمانهم، الكلام حتى وقت طلوع الشمس من مغربها، من الآن حتى طلوع الشمس من مغربها، إن خرجت دولة بني إسرائيل من الأرض المقدسة لأي سبب من الأسباب،
بكون هذا الخروج الأخير والنهائي، ولن تكون لها قائمة ولن تعود إلى الأرض المقدسة.